السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انت وعن وناكسن صباح وناكسن وصباح عادي يادو أرورة وأنا وقتي عادي يادو هرية وأنا مالين سبتية وأنا قولي جوقنو ما شاء الله تبارك الرحمن دي هوي عرور لها هاي سبتية يعني ما المها كلا إيما كلا صعنا حاليا سبتية إنا صدن دقيقة أما كير أسرد كسينة قادو هدو أن صوك عاي الحمد لله إلهي أي مهضو لن أصقناتي أنا كانوا حاني رجينا يا عافمات يا قير يا بركو يا نلو ناكسن قصو دواو تانال كحمده همي ديكور مقالك اسكو دلاكتين انو قرحيسي تادادا نوو عصب تانا قعان فرو قصو دواو تانال كان واتانال قولي رجليو وحيا لبدا لغا سو دايو سو دواو مقالك انا سبسكرايب كيس النصار قولك انو بقولك ان شاء الله تعالى واسيس عنا so wax ay ku socdo ayaa hadhow adkaada wax kasta way fiican yihiin inay tartan gadaal ka dhismaan horne u socdaan iyo qurux badan so ma sha Allah caagadeedii biyahan halkaan ay taala oo ku faa'iiday maanta wallahi shala horta aad iyo aad u mashquulay oo magaaladan aaday oo suleeqoona dhowr bilood aanan kulmin waxa isku keen dabeeyay anay aad markan Soomaaliya aaday ku hor inaan magaalada iska soo horbaxan anoo qof badan u socdo mooyaan islaanaya walaal isdhaana ma ahay انتا كافي ودعبنا وضا شيكي سنو حي اسكو كين دميدا بشي افرات اسكو مقالنا وين دقلنا هاي اسكو ما نفوقين عقوما مركا شالا ايا عمس بلانسانا ينصو كافي ينصو شيكي سنو مفهنتين شالا مركا موقال ما نندوبي كرينين اوه مشقورة ما انت اللي بتركي دانا حالات وحان اسكا قيتشري اتشوع اتشوعي وحيالا اسكا متقانا ما شاء الله يسان هاي ما اقوذين انا الموقال صوتو لكن ساكي يو بريهان با قسوة حاجرتو قبر سوماليات ايسو دريسي ودي مركا ساكي قبر دي آد ياد يوويسي آد ياد يوويسي عاني غانا اوهينتي دي ايوويسي ايا قلب دي دا تابطي والله انا اسكا چيفتو مانت اسكا نستو احاقو انكو لكن واسو كعاي كبر كستو سوماليات أما بلي آدن كست أما قف كستو بلي آدن ويا وينتو لما تعلن قبل هنا سوماليات كليا نيجب كون لما تعلن قبل هنا سوماليات كليا لكن قبل هنا سوماليات وحاجي لظروفك وحيران أو هيستا والله يا بين سن قبلها عالم كو كلا إيسن قبلها كلا عالم كيس أنت بدن هيسن وحاكلو قبل هنا سوماليات كو دعاي او هايستا اني سان احاين قف قوان خاذا كرا او مسكحة دا حرك ايه انتين نبادن انتين نبادن مسكحة دا حوغاي لباتك قبناهو لان نوحا اسلينا بلشدا قو عاينيسو لان نوحا اسلينا فاميليا قو دهاي فرين بدني دا لان نوحا اسلينا المية آبالان نقو رايو لقا قادنا لان نوحا اسلينا دو المية كو داي بيلكو كو دي دا لان نوحا اسلينا هاي متقانا نو وباهان هاي حقاً مركّة أنت الصبر بلاي ما توارق كتيران أيام مركّة نصارى مركّة بلاه النصو مالي يدق أنا ذو حس وقاعد كريم بدن كود مسك حدا أي حركين قفك بلي آدم جاهم مركّة قفك لأنه الكمار مكرم ننكس طبعا حق بيل حق جري حق عفمات وحكس له كمار مكرم أيو قانك هذا كرام تن بلشدا كوسار تبلشدا وعليك أيو كرتي ذا ذي جاجا يصير يران تادي الجوس وكري badan aan gabadha hena problemyada haysta ama bulshada problemka haysta muqaalanka soo diyaarada ana waxay tahay yaraantoodi ayaa la soo abuseeyay in la ahaanin in gabdhuhu guriyahooda guriga ay ku noolaan ugu abuseeyay bilaashan rag u burbursanaay badankeen yaraanteeni ayaa la soo abuseeyay oo qiimaheen nagala qariyay oo 15 magac noolo bixiyay oo nala caayoon kab nagula tuuri jiray oo nooliye nolol naxariisan marka hadii nolol naxariisan oo nala caayo waxaan u aragnaa inteena badan wax normal ah maadaama ay noo eed routine ilaa yaraanteena ku soo noolay hadaba maanta qisadan meesha aan u soo fariistay aniga qalbigaydu saakay shucuurtiida bedeshay iyo jawigeygi maalinimo oo aan la ilmeeyo waxay haystaa hooyo Soomaaliyeed oo caruur leh waa hooyo Soomaaliyeed oo caruur leh hooyadan waxay tiraahday meeshii joogtay magaciidu qasamay in loo gaado laakiin hooyadani waa hooyo ku nool gacanta qof habeen bacad goosta habeen bacad ayuu goosta diigeeda ayuu shaah ka dhigtaa oo sharaaba inuu neejibiyo caayo oo ku qayliyo dhankahiyo ayuu ku hurdaa rag iyo dumarba waxaan ma dad yaraantiin la soo wada abuusay inaan wax abuusna mooyaane ma farax salaan karno yeseeni ahaan dumarka wada ooynaya ee waana la furay le ee wada baroranaya
إني تعال لقينا يان وحي لقينا يان قبل كود إن لقى حروب إن قفكي أبيوس ترين وكحروب أركان قفكي وكحروب وحره بدن كود لقينا صاحب بضنا واحد ترى قبله أي صاحب بدأ عين يفهم وين حق حكتي كود جهل دبت تاجن أيوة أيوة أسرع صعبت كأن ترى وحي تاني صاحب ده هر مرتي كحروب ده قان يلتي هدف يلتي هر أسرع تأي جديد تاعي ويل بدنا نمن بدنا واحد جرى يقولنا أنا نن كود قني نن سيد لقول لورد قدا لورد قدا أن كون كون الديني نن كاتجين أيقونا كم تعلى أي واحد ربان لي بس لي إني كأركاني كأبيوزاني ما ضحكها استام مرة بينت كحرودة ما لنت أت كحرودة كنوع عاصنا أتاك يا حمان يا دجال يا قيلة يا كلا كل ميسا مرك أيقونا بأيدونا موضوع عين كسو ديارنا ده ربتين كم تيجوا سقرا لقبل قصيدة ديارنا بيل هنا قبلنا أنا أيضا قبر شرف بدن وخروح بدن قبلها سومنا مركز تروح على قبر شرف بدن ويل شرف بدن بلشدين ويل شرف بدن تاعي كنت ما كله قالوا أي أول عليه تروح يكون درين نين كوين نين كوين قبل دي مركز وجورس ذي بحيت رو إيه في عناي سنة وجور أولادي لهي كسي ما لين تروح يحيت الحمد يعنق كوباد عن ضلعي يا ما أنت والله قبى وح أنت هاد أي شرط إن كله قل قبى بحيت رنين كيو إنه يعايو ويا في الجادي وإنه يصير ربي إيشي وأم طقنا هاي kumarrabo waa laygu ka daray duqiga ma aheyn wad ureysa samba tahay samba war waxay tiri wax aadan maanta ku sheego ee bulshada Soomaaliyeed ka faar ku dhacay oo waxay tiri aniga yiri waxay tiri inay afkay ka sheego aan ogolayn qalbadeedu waxay tiri ay dilaacayso marka waxay tiri aan xasuusto ayuu habeen iyo maalin ilaaya wuxuu ii sheegay tiri musbato tiri duqiga oo duqiisa aanaba aheyn walaalihiis walaalahay isa keesiyeen inu asagu ilayahay oo muquuna ahay oo na cid bili aadano iga cishaneysan eesan jirin cidna eesa ilayahay oo asagu ilayahay in la isoo siiyay inuu adoonsaday sabab duqiisa baa ahayn haday adoonsigaas in ku jirtan ku qasbanta hadaan ifurira wuxuu leeyahay maxaa ku furay waba la kaasiyay meena ku qabad ee malayda na waa la kaasiyay anaba kule inaan habeen bacad ku goosta ayaan ku leeyahay wixii tir xamdi afkiga waxaan ka ilaaliyaa inaan hal erayo qaldan iraado waxaan daacad u ahay tiri inaan reerkayga gurigeyga ninkayga u wanaagsanaado salaada ayaan dukadaa waan istighfaaraystaa ilaahay ayaan barayaa habeen iyo maalin weyn u yahay ilin ayaan igu sawrantay anigu wanaajinayo suuriyeynaya oo u dhoola cadeynayo ayuu asaguna i caayaa ku ibaadilaa indhaha wuxuu hayaa iga shubaa wuu i dhibaa biil wuxuu i siiyay tiri leeyahay hadhiman ha noolaanin waanan hantile وان حول إلهي سيتري لكن بيل كوي سيتري و بيل لا سيتري دك فقيرين تا و بيل وحيتر و مالنتاس وح باهيدن يو غوي نوغو فيلان جوجل في عنكم هيستو هذا في عنكم هيستو ارحمكم هيستو عوماتكم هيستو هدان جيردي و جيرنا ارا عاي و غديغا اسا حنندي قرصدا هدا ارا ديباتا هيدا ديباتا سو غو عاي نا وجل عنت هاي نا دقم باتا هاي نا هندي كا باتا هاي نا كومريبن نا انا كوله نا سان كو فرا وحيتراداي أفر إيه لباتن كسا عاي يهنددهاد إيه بايقاقين أيا إيه وصعطا إفر هادا إلهار وحي تري كفر ما أموا كفرا قبلها للي يتري أنا وحي تري وابالايا وكوينة أنا وحي للي يتري أو محاو كفرا وباللي كاسي أنا بكولها ساس وحي وايو أهادان با وحي استرسك إيه بطبا وحي ترى باي منك أيا كتشر دي منك أيا الله يغسار وقدرت إلهي مالنتي منك الله يغسار وحي تري أول سنة كستا مركا أوريش وحي تري وعاي تري تقنعي ما حد أوريه لنا سايي ما نضربت أنا ترنك أي بدي سدي نائل ما مرة بو أديك أصلاً شو تقنط تقمين نقنعي أنا وليه تري وحيد تري هذاي أورك وحليس كجحر ما أقول وحيد تري السنة كسم كان أوي عاي تري مركان تري ذي تري منك لا يجس عار وحيد تري بيل منك إذا ما خنا وصوفرست هاي مدليس 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 هات هاي تقنعي ما دي هندي كامل مدليس نما كدرسته ناك بنروس يا يوباو أول ميان قوان لهاي تري وحايري تري أسو أديك هبيني ماني دي جري إلما هاي قبضيني تاران كاغ ماي ماي أرول إما كالو أباهان أدو هذا داري لك أدو حد أشو مباهني وحي تري أباي ناكل أيو قورسدي ناكل أيو نعروسي كمان حميو ألا أبني ها قورسدي لكن عايدي يبهدلتي يدباتدي أيا يقول لبيج بارمتي ناتكر اللي أماناي أباي يالو قوان وحان كو قاري تري حدا وان داو عمي اوقف عافيمات قبت ماهي واني شيغا وا دباتي سنه لكن قان وحان كو غاري انان حين داب كان كبخو نينكان اسكا غتغو وخي ايغا ايمادن ان وجهو كو وخي دلبت دودو لبنا لبا تلو مهمه اي ترغبنا سومالي غارسي سدخنا تلا كلو وناغسن اي اني سيسا وخي ترغبنا بدن مرحله دن كيران اقانا او تلا اي ايدين سيداي اي اني هورمرينا كو وخي كو تري وليغا هادو هاكييلين
nin lagu ku daray oo hadana ka weyn nin lagu ku daray ku oo hadana ka weyn at least lagu ku daray iyo sax ku man ka weynaan labo waxay tiraahday nolosho iyo guurku oo adeeg badan yahay waxay ugu taliday inaad noloshiina daacad u noqoto wax kasto xumaan oo lagu sameeyay inaad guurkiina iyo ubadkiina korstana daacad u noqoto sidoo bari ilaahay iga saar dhibaatooyinka aad haysataan halaqdabayna qofka aad la nooshahay xataa haduu xun yahay haddii go'aan ka qaadato go'aan aad ka qaadin aad ka tagtid haddii la noolaatina si wanaagsan loo noolaa walow asagu ku xumeynayo sida adiga bari ilaahay ku wanaajiyo tan saddexaad waxay tiri salliga iyo adkaarta badiya salaatuliil kala dukada habeenkii ilaahayna gacmaha u hoorsada waad ku liibaanaysaan waxay iga codsatay gabadhaan dhallinyarada inaysan owlaad kala dhali karin way ogtahay inuu ilaahay owlaaddeeda u dhaafo oo intuu ilaahay siiyo uu anfacaad u siiyo inay u soo duceydaan tan kale waxay ilaahay wax ilaahay weydiisatay iyo ummaddiisa soomaaliyeed in loogu soo duceeyo in ilaahay dhibaatada culeyska ka saaro bedel qeyr qabna u bedelo anuguna mid aan lahay abbaay saaka waxaad igu celcelinaysa abbaay caruurteyd ma badna owlaad badani waxaa ma tarto anigan koor fadhiya aabbaa idhalay aniga hal gabar oo kale waana anfacnaa soo dhintay adduunkana saan u jecla wiilkaygana magaciisaan u bixiya soo magaca aabahay maadaama uusan wiil dhalin uus u tirtirmin waaridkayna waan anfacay ilmuhu badnaan iyo yaraan anfacaadoodu ma leh hadday kuu badan yahay hadday kuu yar yihiinba wixii ilaahay kaasiyad ka helay tanse eh noloshaa daacad ka noqo waa eray aada u muhiimo aniga ruuxaddii dhaxal gar ahaan aan u qaatay waana run qofku hadduu daacadya si kastoo loo xumeeyo daacadnimadiisa ayuu beri ku meel maraa waan kuusoo duceynayaa go-aanka aad qaadatana waan kugu dhiirigelinayaa sababtu waxay tahay qofka aada nooshahay waa qof bahala oo xun oo dhib badan inuu ilaahay kuu baahin kuusoo hadeeyo hadduu hadiisma leeyah hadduusan hadiisma lahayna inuu ilaahaygu weynaayo waaxidkaah xumaan ilaahay qof xun ilaahay ma abuurna isagaa xune inuu ilaahay weynaa waaxidkaah tarbiyo xumadiisa dhaqo xumadiisa meel kaa mariyo ilaahayna ku risaaqo samirkaaga iyo salaadaada iyo soonkaaga iyo tasbiixdaada iyo salliga nebiga calayhi salaatu wasalaamna inuusa ilaahay kugu qadanaya kugu soo duceynaya gabar kastoo soomaaliyeed oo marxaladan ku jirtana waxaan ugu duceynayaa inuu ilaahay madaxeeda xor ka dhigo ayna ku xorowdo dhibaatada haysta dhan kastaba ilaahay qoysaska soomaaliyeed qalbadooda haas ku soo duwo dadka soomaaliyeedse waa dad u baahan in la daaweeyo oo yaraantooda dhammaantood inta badan lasoo abyuusay jecelna inay wax abyuusaan keliya qofuna qofkiisi ma helo qof qiimihiisa yaqaana qof la noolna aada iyo aad ayuu u yar yahay ilaahay weynaa waaxidka waxaan ka baryayaa inuu ummadda soomaaliyeed qalbadooda burcad isku mariyo owlaadda allaha noo xiftiyo reerahan allaha noo ilaaliyo kuwo wanaagsan oo isjeclaadana ilaahay ha naga dhiga dhammaanteen gabdhaha dhibaataysana waxaan leeyahy ilaahay dhibka iga saaro kuwii nijabsana waxaan leeyahy qubaysa abbaay hore u istaag horumar ayaad gaaraysaay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat halka hadda ila soo gaarta muuqaalka leegtiisa noo saar komatigna walaashaa ha kusoo dhibaateen hore loo dhibaateeyey asalaamu calaykum